طيب اذا خلينا نطلع على هذا الموتور عندنا هون موجود معطيني. اذا بتطلعوا على الاكسس هون في عندنا بلسز بير سكند بس كمان معطيني روتيشن. احنا نقدر نطلع منه على فكره بلسز بير ريفولوشن، يعني احنا لو طلعنا هون روتيشنز بير مينيت مثلا بعرفش اذا كنا سهل نطلعه. هي هون يمكن عندنا هذه واضحه. هلا هذه عندي هون 10 كيلو بلسز بير سكند هون ومقابلها 3000 ريفولوشن بير مينيت. 3000 على 60 شو بتعطيني؟ 50 مش هيك؟ ف 50 ريفولوشنز بير سكند، 50 ريفولوشنز بير سكند تتناسب مع 10 كيلو بلسز بير سكند، فبنقسم 10 كيلو بلسز 10000 على 50 اظن بيطلع 200 مش هيك؟ 200 مش هيك؟ 200 بلس بير ريفولوشن نقسم 10000 10000 على 50 بيطلع 200. هذا المحرك واضح انه 200 بس انا على اي حال عندنا هون احنا هذا الاكسس اللي هو اللي احنا بدنا قديش 600 هلا 600 راح تكون لو كان عندي هون 1 كيلو بلس اللي هي 1000 لو قسمتها على 50 شو بتعطيني؟ 200 هي 1 2 3 4 5 6 مضبوط؟ فاحنا بدنا على 600 لو اخذنا 600 ار بي ام لو قسمنا 600 ار بي ام على 60 بتعطيني 10 ار بي اس في 200 بتعطيني 2000 فتقريبا هاي هي 2000 واضح فاهمين هذا الاكسس ايش هون؟ لوغاريتميك مضبوط؟ فعندي هون هذا واحد وين بيجي ايش اللي بيجي بعده بيكون؟ 2 وهذا اللي بعده 3 4 5 6 7 8 9 10 فعندي هون هاي راح تكون اللي هي 2000 عندي الثلاثة مضبوط مش هيك؟ عندي الثلاثة عندي 3000 كيلو بلسز 3000 كيلو بلسز اللي هي 3000 على 200 راح تعطيني 600 مضبوط؟ خلص 3000 على 200 تعطيني 15 لا 3000 على 100 تعطيني 30 في تعطيني مضبوط هيك؟ احنا قلنا قديش بدنا 600 رح تكون هون مضبوط 200 يعني 2000 كيلو بلسز بير سكند مضبوط. عندي هاي النقطة رح تعطيني 2000 كيلو بلس بير سكند اللي بتتناسب مع 600 ار بي ام. ليش 2000 كيلو 2000 كيلو يعني 2 كيلو بلس 2000 بلس 2000 بلس على 200 شو بتعطيني؟ 2000 على 200 بتعطيني 10 ار بي اس. 10 ار بي اس شو بتعطيني؟ 600 ار بي ام مضبوط مش بضرب ب 60 اوكي اذا هاي هي النقطه الصحيحه اللي هي 2000 بلس بير سكند 2000 بلس بير سكند قديش عم بعطيني تورك تقريبا هون عم بعطيني تقريبا هي 4 هي 6 هي 7 عم بعطيني تقريبا 7 احنا قديش بدنا 5.4 اذا هذا بنحسب واللي بنشتغل عليه هو البول اوت تورك بول اوت يعني اذا تجاوزه راح يوقف المحرك هون فخلال بدنا هذا الكيرف نشتغل على هذا الكيرف اللي موجود هون اذا هذا المحرك مناسب لهذا الابلكيشن ماشي واضح هذه اول مره بنستعمل ناخذ التورك وبنقارنه بنعمل له فيتنج على سبيد تورك كيرف من هون هلا بس نتاكد احنا هون نيوتن متر مضبوط بدنا ننتبه انه هذه نيوتن متر وهذه كيلوغرام فورس سنتيمتر هاي احنا اشتغلنا على الاكسس تبع نيوتن متر اللي هو موجود هون وكمان في عندي اكسس ثالث اللي هو اونس انش اوكي ماشي واضح